في إطار دعم مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وتفعيل المشاركة السياسية للشباب، عقد اليوم بمحافظة عدن الجلسة التوعوية والحوارية لطلاب الجامعات بمختلف التخصصات حول الدستور وأهميته ومضامينه وطرق إعداده وإقراره ونظامي الفيدرالية والكوتا. وتأتي هذه الورشة التي نفذها مركز تعز لحقوق الإنسان في إطار مشروع اعرف دستورك، والذي يهدف إلى تفعيل دور الشباب في توعية مجتمعاتهم المحلية. كما تم في الجلسة توزيع الدليل المبسط اعرف دستورك على المستهدفين. انتهى حصاد هذه الليلة، أذكر حضراتكم بالعناوين. حكومة الوفاق تؤكد استقرار الأوضاع الاقتصادية وسعر صرف الريال اليمني، ولجنة تسويق النفط تقر بيع 3 ملايين برميل من النفط الخام. أزمة حادة في مادة الغاز المنزلي بصنعاء وعدد من المحافظات، وشركة الغاز ترجع الأسباب إلى قطاع قبلي في نهم منذ 8 أيام. مصدر أمني يكشف تفاصيل مقتل 5 أشخاص وإحراق جثثهم على يد مسلحين بمحافظة البيضاء. موعدنا في حصاد الغد بمشيئة الله، إلى الملتقى.